بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام. خبر عاجل منذ قليل، اندلاع حريق هائل بمخازن شركة سوناك في دومنهور اليوم السبت 26 سبتمبر 2020. اندلع قبل قليل حريق هائل داخل مخازن شركة سوناك للحاصلات الزراعية بالطريق الزراعي بمركز دومنهور بمحافظة البحيرة، وجاري محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل تمدده. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اختارا باندلاع حريق هائل بمخازن شركة سوناك للحاصلات الزراعية بدمنهور، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين أو ضحايا. وبإذن الله لو في جديد هنوفيكم بالتفاصيل. اندلاع حريق في داخل مخازن شركة سوناك بدمنهور محافظة البحيرة، ربنا يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.